أحسن الله إليكم الأخوات ميم فاء وواو فاء لهن سؤال يقولن فيه: هل يجوز لنا الكلام أو التحدث مع الآخرين داخل دورات المياه، علما بأننا نقوم ببعض الأعمال داخل هذه الدورات كغسل الثياب وغيرها نظرا لظروفنا؟ لا بأس بالكلام داخل الدورات إلا إذا كان الإنسان يقضي حاجته، يتبول أو يتغوط، فإنه لا يجوز أن يتكلم في هذه الحالة. أما إذا دخل دورة المياه لتنظيفها أو غسل ثياب ونحو ذلك فلا بأس أن يتحدث مع الآخرين.